انا كنظن بان الانسان في الحياه خاصو يكون عنده بزاف ديال الحوايج اللي كيحب يعني يشتغل فيها ولا عليها، مثلا يمارس الرياضه او فن من الفنون او هذا، على الاقل تكون عنده شي 10 الحوايج وكيبغي القراءه ولا انه يطلع على شي حويجات. ومن ضمن الامور باش يجعل الانسان الحياه ديالو سعيده هو انه اذا استطاع يحسن اختيار يعني الزوج او الزوجه، لانه حنا اليوم كنشوف مع كل الاسف المجتمعات البتريكيه مدخلين في الراس ديال البنات خصك تزوجي خصك تزوجي خصك تزوجي، وغالبا البنت كتزوج يعني بدون قناعه، واول واحد كيتقدم كتقول يلا ما كاين بس هذا الشيء اللي هزات ليا المغرفه ديالي غادي نتزوج، ربما ما تعيش سعيده ربما ما تعيش احلامها، خصوصا المجتمع البتريكي عاوتاني كتدخل في واحد الدوامه. انا كنظن بان الانسان ملي يبغي يرتبط ما خصوش ينسى راسو بعدا هو كانسان، وان هذيك العلاقه ديال واحد زائد واحد راه هي واحد زائد واحد زائد واحد، خاص كل واحد يكون عنده مجالات الاهتمام ديالو، وكاين بعض المجالات اللي كنتلاقاو فيها وهذا الشيء كله خصو يتبنى على التفاهم وعلى الصدق، لان مزيان الانسان يعيش قصه ديال الحب اللي هي تكون مزيانه باش يمكن له يعيش بسعاده، وكتساعده كذلك باش يحقق بعض الاحلام ديالو اللي باغي هو يشتغل عليها. اليوم انا جده عندي جوج ديال البنيات صغيرين تنحمد عليهم الله وشكره، كنتمنى للجميع انه هاد البنات اليوم اللي كيتزوجوا اولا يتزوجوا بقناعه، ثم انهم ما يتخلاوش على احلامهم وما يتخلاوش على العمل ديالهم، لان المراه اللي كتخدم ماشي بحال المراه اللي كتجلس في الدار، المراه خصها حتى هي تعاون، وخصوصا في هذا الوقت هذا الزمان شويه صعيب خصها تعاون، خصها حتى هي تلقى مجالات فين هي كتطور ذاتها، اما تبقى جالسه في الدار كطيب وكتقابل الدراري هادشي مزيان ولكن ما كافيش، حتى هي عندها الحق باش تعيش كانسانه، وماشي غير باش تعيش باش تعاون حتى البلاد ديالها. انا اليوم كنشوف مع كل الاسف بعض الطبيبات قراو او مهندسات ملي كتزوج كتجلس في الدار، ما يمكنش، حنا بغينا هذوك الكفاءات النسائيه نلقاوهم، بغينا النساء نلقاوهم في نقابات، بغينا النساء نلقاوهم في احزاب، المراه اللي كتكون عندها واحد العيشه اللي هي متوازنه وتنقل لنا داك التوازن تعاوننا فيه تعاوننا به. ولهذا انا خلاصه القول كنشجع الشابات انهم بعدا الزواج خصو يتبنى على قناعه، وان ما تفرط في حتى شي مساله اللي كتعجبها وهي كتبغي تطورها وتبقى يعني محافظه على ثقافتها وعلى العمل ديالها. الا كانت كتشتغل خصها تشتغل، راه واخا اليوم مع كل اسف الرجال الاغلبيه ما كيقسموش داك الاعمال المنزليه وكيجي عليها الدر، تنقص من داك الشيء دير اقل ما قل ودل، ولكن تدافع على الهوايات ديالها وعلى العمل ديالها باش يمكن لها تعاون راسها وتعيش سعيده، لان حتى واحد ما غيجيبك السعاده كامله الا لمجبتي على راسك، وكذلك تساعد البلاد ديالها في التقدم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.